قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. معظمنا على فكرة بيفهم الآيات دي فهما خاطئا، خد بالك. الأول قل إن كانت لكم، الخطاب لمين؟ كلام عن مين؟ لا مش المسلمين، اليهود. يبقى الخطاب لليهود، لسه السياق معانا عن اليهود. الدار الآخرة المقصود بالدار الآخرة إيه تحديدا؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. الدار الآخرة اللي هي الإيه؟ الجنة. أحسنت. أصل اليهود يا أخواننا بيقولوا إيه؟ لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. مش مع، خلي بالك برضو الآية مش معناها اللي مش هيخش الجنة إلا اليهود والنصارى، لا، اليهود قالوا مش هيخش الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا مش هيخش الجنة إلا النصارى، دي معنى الآية. فاليهود بتقول الجنة بتاعتنا احنا، أما بقية الناس فدول من أهل النار وأهل الجحيم. فربنا بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويا زي ما بنقول بالبلد كده الرسول بيجيب معهم الآخر. خد بالك بقى عشان دي النقطة اللي احنا مش فاهمينها فاهما صحيح. مش انتوا بتقولوا احنا لما نموت هنخش الجنة؟ تمام. فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. للأمانة العلمية الآية دي لها فيها قولين لأهل العلم. القول الأولاني هو القول الشائع عندنا اللي هو مش انتوا بتقولوا ان لما تموتوا هتخش الجنة؟ طب ما تموتوا، يعني اتمنوا الموت لان معنى الموت ايه؟ دخولكم الجنة. ده القول الأولاني. القول الثاني وده اللي رجحه ابن كثير وقال وهو المتعين، قال ايه؟ بيقول مش شرط للناس اللي واثقة من دخولهم الجنة ان يتمنوا الموت. ما احنا برضو مهما كان احنا كمسلمين احنا اهل الجنة ان شاء الله لو متنا على الاسلام، ولكن مع ذلك لو قلت لك موت دلوقتي هتخاف، ده شيء طبيعي. فالقول الأولاني ده ليس قولا قويا وإن قال به بعض أهل العلم. أمال إيه معنى الآية؟ معنى الآية المباهلة. تقول لي أنت كده فسرتها، أنت كده صعبتها. معناها لو أنتوا يا يهود بتقولوا إحنا أهل الحق على يقين، وأنتوا على يقين من ذلك، تعالوا ندعو بالموت على الكاذب من الفريقين، هنخرج وندعي يا رب الكاذب فينا اهلكه وموته فتمنوا الموت. يبقى المقصود هنا بالآية ان اليهود هيخرجوا والمسلمين هيخرجوا ويدعوا الكذاب فينا يا رب انزل عليه غضبك وهلاكك وعقابك. اليهود هيعملوا كده؟ مش هيعملوا كده. شوف شوف زي ما بقولك كده من الآخر خالص، تعالوا اهو على الملأ تحدي، الرسول بيتحداهم عليه الصلاة والسلام، لو انتوا على، تعالوا نقول يا رب اهلك الكاذب فينا، مش انتوا كلكم بتدعوا احنا بنقول احنا الحق وانتوا اهل الحق، تعالوا. وحد فاكر الموقف ده حصل مع مين برضو؟ الناس اللي بتقرا سورة آل عمران، حصل مع النصارى. ربنا بيقول للنبي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، نخرج بأولادنا ونساءنا ونخرج في الساحة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. برضو النبي بيجيب بالآخر إن صح التعبير مع النصارى، هنطلع كلنا ونقول يا رب الكذاب فينا اجعل لعنتك عليه واهلكه واقتل. النصارى برضو خاف، وفد نجران قالوا لا اوعى اوعى تتحدوا هذا الرسول. الله، طب ما انتوا عارفين ان هو رسول الله حق،
والنبي يا اخوانا ما كانش ليه يعني ايه دول، كان اهل كتاب برضه كان ليهم منزله كده كبيره. النبي كان راجل امي بيرعى الغنم ومش مشهور يعني في قضيه اهل الكتاب. فلما يتحدى بالقوه دي اليهود كلهم والنصارى كلهم ويقول لهم يلا، يبقى ده دليل اللي هو فعلا مؤيد من عند الله عز وجل. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، اعمالهم السوداء وتكذيبهم بالرسول، عمرهم هيقبلوا التحدي؟ لن يقبلوا التحدي ابدا. والله عليم بالظالمين. ومن اسباب عدم قبولهم لهذه الدعوه من الرسول انهم حريصون على الحياه، ولتجدنهم احرص الناس على حياه. وشوف كلمه حياه جاءت نكره، اي حياه، عايزين يعيشوا اي حاجه، المهم يعيشوا حياه مليئه بالذل والهوان، يعيشوا خلاص. حياه مجرده من الالف واللام، يعني تفيد انهم يقبلون باي حياه، المهم هم مستمسكين بالارض قوي وبالدنيا قوي، ومش بيفكروا اللي في الدنيا. لو بيفكروا في الاخره كانوا امنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام. حبهم الشديد للدنيا حرمهم من الايمان بالرسول. ولذلك يا اخوان اكثر المعاصي في الارض بسبب حب الدنيا، واكثر الكفر في الارض بسبب حب الدنيا. ما انت تستغرب كده تقول يعني انت عارف ان الرسول حق وبرضه ما تؤمنش بيه، انت مستغرب ليه؟ طب ما انت عارف ان السجاير هتدخلك النار وتشرب سجاير، وانت عارف ان ترك صلاه الفجر من الذنوب وما بتصليش الفجر، وعارف ان اطلاقك للبصر حرام وبتطلق بصرك. ليه؟ عشان انت بتحب الدنيا، مقبل على الدنيا، مش عايز تحرم متعتك في الدنيا. طب والاخر انت مؤمن بيها، بس ضعف الايمان وحب الدنيا دفعك الى الاستمرار في المعاصي، وده اللي دفع الكفار اللي هم ما يؤمنوش رغم يقينهم انهم على باطل. حب الدنيا دي مصيبه. ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا، يعني الكفار اللي بينكروا البعث اصلا، اليهود يحبوا الدنيا اكتر منهم. اصل اليهود عارف ان في اخره، فبالتالي هيتعاقب، فبالتالي نفسه يعمر في الدنيا عشان معنى موته العقاب في الاخره. انما الكافر ده كده كده لا يؤمن ببعث ولا بالدار الاخره. يود احدهم لو يعمر الف سنه. مين اللي يود احدهم، المشرك ولا اليهودي؟ هو الاكثريه على فكره قالوا المشرك، لكن القول الراجح اللي هو اليهودي، ده اللي احنا بنفهمه من السياق. اليهودي يود احدهم لو يعمروا الف سنه. قول يا عم هتعمر الف سنه، هتموت ولا مش هتموت؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، بعد الف سنه هتموت وتتعاقب. الف سنه ولا خلود؟ مش انت نفسك تعيش الف سنه؟ طيب الف سنه ده يساوي ايه في الخلود الابدي؟ يعني انت كسبت الف سنه في حياتك وضيعت ملايين السنين هتتعذب فيها. يبقى ده عقل الانسان يقدم الدنيا ويترك الاخره؟ ليس بعقل. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، والله بصير بما يعملون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.